نتحدث أو ننظر إلى المشهد في تركيا. تركيا حليفة إسرائيل في المنطقة، وده مش تجني مننا لا سمح الله، ولا اتهام بنطلقه على نظام إردوغان. نظام إردوغان هو الآخر مكدس الحقيقة، ومليان بانتهاكات فادحة وفاضحة في حقوق الإنسان. الأسبوع اللي فات لو تفتكروا حضراتكم تحدثنا وتحدث الكثيرون عن استهداف جيش الأتراك للأقلية العرقية الكردية في عفرين بسوريا بالأسلحة المحرمة دوليا، ضربوهم بالكيماوي، وشفنا مشاهد وقلنا إنه في مشاهد أكثر قسوة وعنف ووحشية لناس الحقيقة يعني فقد ربما أجزاء من أجسادها. ما قدرناش نعرض المشاهد دي على الشاشة، لكن كلنا ثقة إنه العالم شاف. لكن إيه اللي حصل بعد ما العالم شاف ده بيبقى سؤال. الحقيقة لم توجه اتهامات رسمية حتى الآن لنظام إردوغان، وما زال الموضوع طي التحقيقات. في الحقيقة إنك لما تشاهد أو لما تشوف كمان إردوغان، وده مشهد جديد وإن كان مش جديد الحقيقة على إجرام هذا النظام، لما تشوفه هو بيتكلم مع طفلة صغيرة، طفلة بريئة، وهو واقف قدام حزبه، حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، وبيتكلم مع هذه الطفلة، وهي طبعا هي بصاله ربما بانبهار بقلق بخوف، يعني مش الفكرة هي كيف تنظر إليه، الفكرة هو بيقول لها إيه. هو بينظر لهذه الطفلة وبيقول لها إنها ستلف بالعلم إذا ما سقطت شهيدة في الحرب في عفرين السورية. والحقيقة إنه الكلمات دي اللي قالها إردوغان لهذه الطفلة البريئة بتخلي الواحد يسأل سؤال مهم جدا. إذا كان الحزب الحاكم هناك هو حزب العدالة والتنمية، أين هي تلك العدالة عندما تسعى لتجنيد طفلة صغيرة وتقول لها الجنود ما بيبكوش، بيمسح لها دموعها وبيطبطب عليها ويقول لها الجنود ما بيبكوش؟ أين هي تلك التنمية وأنت تقصف عود الطفلة الأخضر وتبشرها بالقتل والموت وهي تبكي خوفا ورهبة؟ أي اعتداء وانتهاك لكل قوانين وحقوق الإنسان في العالم بيتباهى به أردوغان أمام هذا العالم. الحقيقة أنه هذا المشهد وإن كان مقزز جدا، لأنه مشهد بيخليك تحس أنك فاقد أي حاجة ليها علاقة ببراءة الأطفال، أي يعني فكرة الطفل دايما بتسعى انك حتى ما تتكلمش قدامه على الموت، لان الطفل لسه صغير، انت بتحاول تزرع فيه مفاهيم الحياة والإقبال على الحياة والحب والعطاء، وتقوله لما تكبر هتعمل كذا ولما تكبر هتسوي كذا. الحقيقة انه إردوغان لما عمل المشهد ده معرفش ليه، يمكن بالنسبة لي لما اتفرجت على لقطات من الفيديو اللي هنشوفه حالا وان كان بالتركي، بس احنا قلنا لحضراتكم يعني مغزى اللي قاله إردوغان للطفلة البريئة الصغيرة دي، أنا معرفش ليه الحقيقة على طول افتكرت ساعتها الإخوان في اعتصام رابعة لما كانوا بيشيلوا الأطفال الصغيرين أكفانهم على إيديهم ويقولوا لكل طفل صغير أنت مشروع شهيد. فالطفل ده بدل ما نمي فيه البراءة والحب والعطاء وفهمه يعني إيه الأمل والمستقبل والبناء والتعمير، بخليه يشيل كفنه. نفس المشهد بيتكرر مع إردوغان في الفيديو ده. Bak 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 şurada ne var? Kız sen ne yapıyorsun orada? İşte. İşte bizim bak bordo berelilerimiz de var. Ama bordo bereli ağlamaz. Evet. Jöh. Yarbay. Bordo bereli. Maşallah. Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa بيراده ان شاء الله örtecekler. Her şey hazır. بيطبطب على الطفله وبيقبلها على خدها وبيقول لها اوعي تبكي، الجنود والابطال ما بيبكوش، وما تقلقيش انت لو رحتي وحاربتي في سوريا واستشهدتي احنا هنلفك بالعلم. فين بقى حقوق الانسان من كل المشاهد دي؟ سمعنا بيان واحد طلع في العالم كله بيدين نظام اردوغان. طب يا ترى بي بي سي عملت تقرير اتكلمت فيه عن اللي هو عمله وقد ايه انه ده قمه الانتهاك لحقوق الانسان ولحقوق الطفل وبراءه الطفل؟ يا ترى في اي جهه في العالم، مجتمع دولي، مجلس امن، اي حد في الدنيا اتكلم على اي حاجه؟ اشك.
لكن الحقيقة أنه العين دايماً مركزة مع مصر، وأنه دايماً الحقيقة لما بتحصل عندنا مشكلة، بتحصل عندنا حادثة، العالم كله بيتكلم عليها ويقول لك على طول فين حقوق الإنسان. عموماً يكفي بالنسبة لنا ويكفي بالنسبة للمجتمع الدولي، حتى وإن كان بيفكر في ده وهو صامت بدون ما يعلنه، لأنه زي ما قلت لحضراتكم مفيش أي بيانات إدانة رسمية صدرت ضد هذا المشهد الغريب. يكفي أنه الكل يعرف الآن أنه شرعية أردوغان ومعاها رايته وكلماته قد سقطت بالفعل مع دموع تلك الفتاة البريئة. دي نظرة يمكن سريعة على بعض الأحداث العالمية اللي حصلت.